تحية طيبة أعزائي، إليكم المؤشرات الفلكية للأسبوع القادم ابتداء من يوم السبت المصادف للرابع من شهر نوفمبر الحالي إلى الجمعة العاشر من نفس الشهر. بعجالة أعزائي نستعرض الخارطة الفلكية، نهتم بحركة الكواكب حتى لو كانت في نفس المجموعة النجمية. هنا راح نستفيد من الزوايا اللي راح تحدث ما بين الكواكب، وبالتالي نستفيد من الظواهر الفلكية. طبعا احنا نركز اكثر شيء خلال الفترات السابقة وحتى اللاحقة، اكثر شيء نركز على ظواهر الاقتران. طبعا احنا عندنا ايضا تثليثات، عندنا ايضا زوايا سكستايل، زوايا تربيعية، لكن نركز اكثر شيء على الاقتران لاسباب كثيرة، منها انه الاقتران بيكون عندنا اكثر من الظواهر الفلكية الاخرى. هذا من جانب. من جانب اخر، ظواهر الاقتران ايضا تأثيراتها يعني كبيرة، بالتالي ايضا نحاول نختصر او نختزل الوقت حتى لن ندخل بتفاصيل معقده اكثر. لهذا لناخذ نظر الاعتبار اكثر شيء زوايا الاقتران. حاليا كوكب بلوتو متواجد في العشريه الثالثه من مجموعه الجدي الترابيه. في مجموعه الحوت المائيه يتواجد كوكبي نبتون في العشريه الثالثه بهيئه تراجعيه، وكوكب زحل الساتون في العشريه الاولى ايضا بهيئه تراجعيه. في مجموعة الثور الترابية يتواجد كوكبي جوبيتر في العشرية الأولى بهيئة تراجعية، وكوكب أورانوس كوكب التغيرات والمفاجآت في العشرية الثالثة بهيئة تراجعية أيضا. في مجموعة العذراء الترابية يتواجد كوكب الزهرة فينوس، وفي مجموعة العقرب المائية تتواجد أشعة الشمس في العشرية الثانية إضافة إلى كوكب المريخ في العشرية الثانية ويعمل اقتران على درجة عالية، وكوكب عطارد في العشرية الثالثة. أهم التحولات أو التغيرات هو انتقال كوكب عطارد صباح الجمعة، يعني راح يكون نهاية الأسبوع، إلى مجموعة القوس النارية. هذا الانتقال راح تعمل فترة خلو مسار سلبية إلى مواليد العقرب، تستمر إلى 10:12 من صباح السبت. إضافة إلى هذا أيضا انتقال كوكب فينوس الزهرة من مجموعة الأسد، عفوا من مجموعة العذراء الترابية إلى مجموعة الميزان الهوائية فجر الأربعاء. هنا أيضا راح تكون هناك فترة خلو مسار إلى مواليد العذراء، راح تستمر إلى 9:13 من صباح الخميس. نضيف إلى هذا أيضا راح يكون عندنا استقامة لكوكب زحل ساتون في مجموعة الحوت المائية. طبعا هذه الاستقامة يعني راح تخدم برج الحوت في الفترات القادمة. كان هنالك تراجعات، تراجع للساتون إضافة إلى تراجع نبتون ما زال موجود. هنا الاستقامة راح تخدم مواليد برج الحوت للأيام القادمة، وأقدر أقول حتى للأسابيع القادمة. هناك حدث أيضا مهم، هذا طبعا ما أخذنا من تقريبا أسبوعين أو أكثر من أسبوعين، وهذا راح يستمر أيضا ويانا، اللي هو الاقتران على درجة عالية. هذه المرة الدرجة راح تصير أكبر ما بين كوكب المريخ وأشعة الشمس في مجموعة العقرب المائية. احنا تحدثنا بالاسبوع الماضي قلنا نتوقع حدوث زلزال، وزلزال تحقق، حدث قبل يمكن قبل يومين من الان في شرق اندونيسيا، لكن الزلزال كان على درجة 6.1، وحسب مقياس ريختر في اندونيسيا ممكن يعني 6.6 او 6.5، لكن احنا كنا نتوقع ان هذا الزلزال راح يكون على درجه اكبر، يعني ممكن يكون 7 او اكثر من 7 درجات، لان الاقتران كان على درجه يعني عاليه ويقابل ايضا اقتران على درجه متوسطه. بالتالي هذا مؤشر نقدر نقول الاسبوع القادم ايضا ما اخذنا بمرحله اقتران عاليه، نتوقع ايضا احداث قد تكون احداث صاخبه خلال الاسبوع القادم، تحديدا اقدر اقول يعني بعد منتصف الاسبوع. بعد منتصف الأسبوع وإلى نهاية الأسبوع راح تكون أحداث كبيرة. كثير من الأشخاص اليوم عندهم مشاكل أو عندهم التزامات معينة أو عندهم مشاريع أو عندهم أمور معينة في المستقبل القريب والبعيد. وهناك الكثير اللي يريد يعرف أنه شنو راح يصير خلال المستقبل بالنسبة له. ف
فممكن يشوف مثلا فلانه اللي هنالك عمليه قيصريه مثلا، وتسال في اي يوم يكون مناسب لاجراء عمليه قيصريه. شخص من الاشخاص يريد يعمل مثلا مشروع عمل، بس يريد يعرف هو اليوم المناسب في اي يوم يقدم على هذا المشروع. طبعا يعني هذه الامور هي امور قدريه، لكن احنا من خلال التحليل الفلكي، من خلال حركه الكواكب، من خلال حركة القمر أيضا على المجاميع النجمية، نقدر ننطي فد انطباع معين عن الأوقات الإيجابية والأوقات السلبية. يعني إذا بعض الأشخاص مثلا قد يكون عندهم فد أمور مهمة، لكن هو ما يعرف هذا الأمر اللي هذا الأمر المهم اللي هو راح يقدم عليه بأي فترة زمنية يقدم. هل يقدم بفترة شهر آذار مارس مثلا من السنة القادمة، في شهر أبريل، زين في شهر ماي، في اي فترة زمنية، الفترة في اول 10 ايام، في العشرية الثانية او العشرة ايام الثانية من شهر ماي الى اخره. هنا تحديد الوقت، اكو مرات الوقت الطرف الاخر هو يحدده. فلان عنده اجازة سوق في اوروبا، اجازة السوق اذا هو او بمعنى صح اذا المدرسة حددت له فترة الامتحان، هو ما يقدر يعني ما يقدر يغير هذا الشيء، فبالتالي هذا قدر محتوم، هو راح يروح بفتره الامتحان وراح نقول له انه يعني انت وحظك بين قوسين، وممكن يكون الوقت ايجابي ممكن يكون الوقت سلبي ما نعرف. لكن اذا يكون هو بامكانه ان يحدد، بامكانه ان ياجل، بامكانه ان يختار، هنا يعني قدرنا انه نجتاز فد مرحله معينه او نقرب الى مرحله الايجابيه او نسبه النجاح بدرجه اعلى. هذه هنا فترة اختيار الأوقات تعتمد على الخارطة الفلكية. لهذا أنا أنصح كثير من الأشخاص اليوم اللي عنده فد أمور معينة في المستقبل، كمشاريع، كحالات معينة، يريد يقدم على فد أمور مهمة بالنسبة له، أنصحه باقتناء الخارطة الفلكية. الخارطة الفلكية هي عبارة عن أقدر أسميه فد طريق للمستقبل. كثير من اليوم من الفلكيين قد يعملون الخارطة الفلكية منذ بداية أو منذ الولادة. طبعا أنا بالنسبة لي يعني هو طبعا هذا الشيء كلش ممتاز، لأنه أنت راح تعرف يعني خلينا نقول الصورة العامة بالنسبة للشخصية، أو تحدد الصورة العامة والهيكلية الخاصة بالنسبة للشخصية من خلال الولادة. راح نعرف من خلال الولادة إذا نسوي الخارطة الفلكية راح نعرف هذا الشخص هل هو محظوظ بالجانب العاطفي مثلا، هل هو يعني محظوظ بالجانب المالي، هل هو هذا الشخص ممكن يتزوج من فتاة من خارج البلاد، ممكن انه ينفصل، ممكن يعني هذه الامور كلها نقدر نعطي انطباع عليها. لكن المشكله وين؟ المشكله انه احنا يعني هذا الانطباع انا في اعتقادي غير مجدي بالنسبه للشخص المتلقي. لانه انا اليوم شنو الفائده اذا انا عرفت من خلال خارتي الفلكية أنه أنا شنو حظوظي بالمستقبل؟ اللي يهمني هو الأوقات وليس الحالة العامة. الحالة العامة ممكن إذا أخذناها يعني بانطباع معين راح تنطي حالة من قد تنطي حالة من الكآبة واليأس والإحباط. بنفس الوقت ممكن تنطينا فالتفاؤل هو أكثر من اللازم، ماكو داعي إلى أساسا. بالتالي أنا بالنسبة لي ارتأت انه خلال من تقريبا 4 أو 5 سنوات ماضيه انه ما استخدم الخارطه الفلكيه منذ الولاده. ولهذا استخدمها او اعمل خارطه الفلكيه لسنه قادمه. يعني تكون اهم بالنسبه للشخص، لانه احنا اللي يهمنا المستقبل ما يهمنا الماضي، هذا اهم شيء. ومو مهم الانسان يعرف هو حظه شنو بالحياه، هذه مو مهمه. يعني انا اعتقد انه المهم انه انا اسعى. أنا أسعى في كل الأحوال، سواء أنا حظي تعس، حظي جيد كالآن، في كل الأحوال لازم أسعى حتى أثبت وجودي كشخص. بالتالي الخارطة الفلكية لعام 2024 إن شاء الله راح تكون، يعني أنا صار لي تقريبا بالأكثر من حدود الشهر تقريبا دا أشتغل بها بالنسبة للأبراج البابلية والصينية. الخارطة الفلكية راح تكون جاهزة إن شاء الله، أقدر أقول خلال أسبوعين قادمة. هذه الخارطة مهمة جدا، ليس فقط نعرف الأيام المستقبلية، راح نعرف أيضا أو نحذر من الأيام الغير اللي قد تكون بها إشكاليات معينة.
إضافة إلى هذا راح نعرف الأوقات بالساعات، يعني حتى لما يكون عندي يوم جيد في نفس الوقت هذا اليوم ب 24 ساعة، خلال 24 ساعة أنا عندي تقريبا 16 ساعة إيجابية وعندي 8 ساعات سلبية، فهاي 16 ساعة هي أي ساعات؟ أيضا موجودة بالخارطة الفلكية. إضافة إلى هذا راح نعرف من خلال الخارطة الفلكية الأشخاص اللي ممكن نتفاعل وياهم، يعني أنا اليوم أريد أسوي مشروع عمل وأنا من برج مثلا، أنا من برج التنين، أيهما أفضل إلي أن أتعامل مع أي برج آخر؟ أتعامل مع برج القرد أم أتعامل مع برج الفار أم أتعامل مع برج الكلب؟ أيهما الأبراج اللي ممكن تنسجم وياي في العمل؟ أنا الآن مثلا من برج الأرنب، في الجانب العاطفي أيهما أفضل إلي أن يكون شريك حياتي من مواليد برج العنزة أم من مواليد برج النمر أو من مواليد برج الحصان؟ كالصداقة هذه على مستوى الأبراج الصينية، حتى على مستوى الأبراج البابلية لما أكون أنا من برج معين لازم أعرف شنو الأبراج اللي تتوالم وياي حتى في مجالات الصداقة. فبالتالي بالخارطة الفلكية كل هذه الأمور موجودة بالتفصيل، لكن بأسلوب أنا أسميه بأسلوب هندسي، يعني مو أسلوب حشو له كلام ومجرد كتابات وما إلى ذلك، لا هي أرقام، يعني راح يكون أمامك هو عبارة عن أرقام. الخارطة الفلكية تقريبا 9 إلى 10 صفحات فقط، 9 إلى 10 صفحات مال سنة كاملة بملف PDF، تصل عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق الواتساب أو عن طريق أي وسيلة أخرى ممكن نوصلها. الخارطة الفلكية أيضا راح تعرف من خلالها السنوات الجيدة، أنت اليوم من أي برج، ما تعرف السنة القادمة هي سنة جيدة إيجابية حتى أنا من الآن أستعد إلى إلها، أم هي سنة قد تكون بها يعني بها مخاطرة ومطلوب من عندي أنه أن أكون حذر بالأخص في بعض الأشهر بها من خلالها. بالتالي أنا أعتبر أن الخارطة الفلكية مهمة جدا، بالمناسبة سعرها مناسب جدا مقارنة بالتعب والبذل المجهود، سعرها مختلف لأنه أنا ماخذ بنظر الاعتبار أنه بعض الدول يعني تفرق عن دول أخرى بثمن الخارطة للأشخاص اللي يحبون أن يأخذوها. هذه من عندي نصيحة حقيقة، يعني أنا أعتبر الخارطة الفلكية أهم من أمور كثيرة أخرى، وبعد اللي يأخذ الخارطة بعد ما يحتاجني إليه، ما يحتاج لي يتصل بي يقول لي مثلا أنا أريد أسوي أقدم على فد مشروع معين، زين تنصحني بيا فترة أروح أو بيا فترة أوقع العقد، أو الشخص المعني اللي موجود يقول هذا شخص يناسبني أم ما يناسبني بالعمل، هل ممكن تكون هنالك مشاكل بيناتنا بالمستقبل أم لا، فلانة مثلا لغرض الخطوبة أو لغرض الزواج، يعني هذه الشخصية هل الشخصية مناسبة إلي، هل هنالك توافق، هل في أي يوم نبرم عقد الزواج مثلا أو عقد السيد أو الزواج الإسلامي، ليلة الدخلة في أي وقت يصير، هذه الأمور كلها مهمة راح تكون موجودة بالخارطة الفلكية بشكل توضيحي بعد ما تحتاج أن تتصل، لو تحصلني لو ما تحصلني. والخدمة المجانية عندنا بهذا الموضوع فقط بالبث المباشر، يعني خارج البث المباشر حتى الاتصال يعني هذا مو مجاني. فبالتالي أنا أعرض الخارطة الفلكية للأشخاص اليوم اللي يتابعوني، لأنه إحنا يعني نقترب من العد التنازلي، أنا أسميه العد التنازلي إلى نهاية هذا العام، لأنه بعدها راح نوقف هذا الجانب راح نبدي بالجانب آخر اللي هو توقعات الأبراج لعام 2024 إضافة إلى التوقعات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعام القادم. طيب خليني أدخل هسه بفقرة الأبراج الأسبوعية. طبعا حركة القمر راح تكون يوم السبت الأحد الاثنين في مجموعة الأسد النارية، الثلاثاء والأربعاء القمر يتواجد في مجموعة العذراء الترابية، والخميس والجمعة القمر في مجموعة الميزان الهوائي. أعزائي حركة القمر نعرضها بشكل تقريبي، يعني ما نتطرق إلى الساعات ولا إلى الدقائق لضيق الوقت، نتطرق بشكل عام الحالة العامة. الأبراج اللي سترتفع في الأسبوع القادم مقارنة بالأسبوع الحالي الأسد والقوس إضافة إلى الجدي، والأبراج اللي ستواجه انخفاضات في الأسبوع القادم مقارنة بالأسبوع الحالي الحمل، الجوزاء، العذراء إضافة إلى الحوت. الصدارة راح تكون إلى مواليد الأسد مع ارتفاع إلى كل من الجدي، الثور والميزان، وانخفاض إلى أبراج الدلو
الحمل والحوت. في بداية الأسبوع ترتفع مؤشرات القوس وتنخفض مؤشرات الجوزاء، في وسط الأسبوع ترتفع مؤشرات السرطان، نهاية الأسبوع تنخفض مؤشرات العقرب والعذراء. للمعلومات بداية الأسبوع يعني معناتها السبت والأحد، لما نقول وسط الأسبوع هي الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ونهاية الأسبوع معناتها الخميس والجمعة. الحمل يتوتر ليدفع الأسباب إلى نجمتين، الثور يسعد بصحبة الأحبة له ثلاثة نجوم، الجوزاء عليه الحذر من الأعداء له نجمتين، السرطان يحقق مكسب مالي إلى أربعة نجوم، الأسد قمة في النشاط والحيوية إلى خمسة نجوم، العذراء تزداد إنفاقاته إلى نجمتين، طبعا زيادة الإنفاقات لأنه راح يمر بفترة خلو مسار سلبية، بالتالي تزداد الإنفاقات بالنسبة له. الميزان في شباك الغرام إلى أربعة نجوم، العقرب مبعثر الأفكار، وأيضا العقرب راح يمر بفترة خلو مسار أخرى، فبالتالي ممكن يكون مبعثر الأفكار خلال الأسبوع القادم، إلى طبعا نجمة واحدة. القوس تتسلط عليه الأضواء إلى ثلاث نجوم، هنا القوس راح يدعم وجود القمر في مجموعة الأسد النارية لثلاثة أيام متتالية، السبت والأحد والاثنين، والأسد يعتبر في المنزل التاسع بالنسبة للقوس، وهذا منزل إيجابي راح تتسلط عليه الأضواء بشكل إيجابي وإلى ثلاث نجوم. الجدي يستنشق الصعداء إلى ثلاثة نجوم، الدلو عليه الاهتمام بصحته له نجمة واحدة، والحوت عليه الحذر من مخاطر الطريق وإلى نجمتين. بالنسبة للأبراج الصينية، النمر ارتفع، الحصان بالمناسبة أيضا ارتفع. هسه الآن احنا دخلنا بفترة البرد، أقدر أسميها يعني جوز هسه في أوروبا صار شتاء، في الدول الشرق الأوسط وما إلى ذلك بدأت شوي الجو يتغير نحو البرودة، بالتالي هنا راح يرتفع عندنا النمر الذهبي أكثر شيء، الحصان الذهبي أيضا يرتفع، أنواع من النمور راح ترتفع. فإحنا ننطي الحالة العامة، النمر يحقق انتصاره إلى خمسة نجوم، الأرنب ينتظر مفاجأة إلى ثلاث نجوم، التنين يسمع خبر سار إلى ثلاثة نجوم، الدجاجة يشعر بالاكتئاب إلى نجمة واحدة. بالنسبة للمواد الأبراج الهندية، السلحفات يفكر بتغيير مكان إقامته وإلى ثلاث نجوم، والعنزة يحقق مكسب قانوني إلى ثلاث نجوم، والغراب عليه الحذر من المقربين له نجمة واحدة. وأخيرا مولود برج شجرة التفاح الدرويدي خطوتين إلى الأمام إلى أربعة نجوم. من خلال تحليلنا للخارطة الفلكية والأبراج الصاعدة والنازلة نقدر نقول أفضل الأبراج راح يكون النمر الأسد، وأسوأ الأبراج الدجاجة الدلو في العشرية الأولى. أما أفضل مولود أو أفضل ولادة راح تكون خلال الأسبوع القادم هي يوم أو مولود يوم الأحد المصادف للخامس من شهر نوفمبر تشرين الثاني. خلينا ننتقل إلى الأشخاص اللي سألوا. طبعا هذه الفقرة أنا زيدت من عدد الأسئلة اللي يعني أو عدد الإجابة على الأسئلة زيدتها أكثر، لأنه دا أشوف كثير من الأشخاص عندهم أسئلة كثيرة يعني. فخلال الأسبوع الماضي لما نزلنا البث المباشر شفنا كثير من الأشخاص سألوا، فبالتالي راح نجاوب على أسئلة أكثر يعني هذا الأسبوع. سامي يقول هل التنين الصيني والقوس محظوظ سنة 2024؟ طبعا التنين هي سنة 2024 راح تكون من السنوات من افضل السنوات بالنسبه للتنين، بالتالي هنا لازم ناخذ بنظر الاعتبار التنانين خمس انواع. طبعا افضل الانواع اللي راح ترتفع في بال2024 هو التنين الخشبي والتنين الارضي او الترابي اضافه للتنين المائي، والتنانين التنين المعدني والتنين الناري حظوظهم اقل، لكن هم كلهم مرتفعين. القوس راح تكون عنده أوقات أيضا مرتفع بها وأوقات راح يكون عنده منخفض، فنقدر نقول هذه المواليد التنين القوس هو من الأبراج اللي تعتبر جيدة يعني تقييمها أكثر من 73%. يوزر أنا مولود 17/7/1972، أي حجر يناسبني وكم السعر؟ 17/7 برج السرطان إضافة إلى هذا هو 72 يعني برج الفارة. هنا السرطان أفضل الأحجار هي أنواع الكريستالات، ولما أتحدث عن الكريستالات أتحدث عن الدر النجفي، الدر الحسني، أتحدث عن كريستال الجبل،
كل انواع الكريستالات هذه تكون جيده بالنسبه لموت برج السرطان. اضافه الى هذا العقيق العين اللي يسمى باللهجه العاميه العراقيه السليماني، العقيق العيني اللي كله يكون دوائر داخله مثل العين، هذا ايضا جيد للسرطان. والعقيق الابيض ايضا يعتبر من الاحجار الجيده. كم السعر هنا؟ يعني هذا السؤال عن السعر يعني هذا ما راح يكون له اجابه. ليش؟ لانه هنا السعر اول شيء شكل الحجر يلعب دور بتغيير السعر. يعني اكو بعض الاحجار متعوب عليها، متعوب عليها بالنقش من حولها، اكو احجار منقوش عليها كتابه، اكو احجار بها يعني على شكل مثلا قلاده تصير، اكو احجار متشكله بشكل هندسي جميل، فهنا تختلف، ما نقدر ننطفها سعر معين. هذا من جانب. من جانب ثاني الاحجار بشكل عام ما لها سعر معين للمعلومات. ليش؟ لانه الحجر هو مو سلعه استهلاكيه. يعني اليوم انت تقدر تنطف انطباع معين عن سعر السياره، مثلا سياره معينه موديل كذا، تنطف انطباع اذا زياده نقصان فشي بسيط عن السوق، تقدر تنطي انطباع عن 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 ماده غذائيه كتسوق مثلا. ليش؟ لانه هذا موجود بالسوق وبزياده او نقصان بسيط. تقدر تعطي انطباع عن خلينا نقول ماده شيء له علاقه بالامور الطبيه مثلا. القصد كل جانب استهلاكي او كل سلعه استهلاكيه تقدر تعطي عليها سعر او سعر مقارب، الا الحجر. الحجر مو استهلاكي. الحجر اليوم انت تقدر حجر تبيعه في مكان معين 10 اضعاف سعره في مكان اخر. وتقدر الحجر بالمناسبه تحفظه او تخليه يمك ما تبيعه حتى لو يبقى 10 سنوات 20 سنه، هي مو سلعه استهلاكيه، يعني قيمتها موجوده بها. وبالمناسبه الاحجار كل ما كانت قديمه كل ما يعني بقت منشأها قديم خلينا نقول، كل ما تكون بشكل عام يعني اكثر قيمتها تكون اعلى او اغلى. بالتالي ما نقدر نقول لك السعر ايش قد، يعني هذا يعتمد على الاختيار، ويعتمد على الـ يعني الحجر، شكل الحجر ونوعيه الحجر. فما اقدر اعطيك سعر معين. زين. منى 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 كوجا من امريكا تقول من المفروض يتم نقلي، كاتبه بالانجليزي، المفروض انه يتم نقلي لعمل جديد او انتقل لعمل جديد، فهل سيكون جيد لي ام لا؟ انا برج العذراء. طبعا السؤال مالتها ناقص، لان برج العذراء لازم تقول ان انت برج العذراء يا برج صيني، يعني انت لازم نعرف العذراء يا سنه الولاده لازم نعرفها ايضا يا العذراء. فبالتالي انت العذراء، اذا العذراء من الابراج اللي تعتبر صاعد لما تبقى، يعني بشكل عام نقدر نقول هي صاعده بنسبه خلينا نقول نسبه 70% 70 الى 71%. لكن هنا يعتمد على سنة الولادة أيضا مع العذراء. ممكن يكون إذا كان برجك الصيني من الأبراج النمر مثل برج الحصان، هذا هو صاعد أيضا، راح يرفع لك النسبة بعد أكثر. إذا كان برجك الصيني من الأبراج الدجاجة مثلا البقرة، هذه أبراج نازلة تنزل كل ما اقترب من نهاية السنة. بالتالي يعني لازم يعني سؤالك ما مو دقيق، لازم تعطينا سنة الولادة أيضا. زين. يوزر يقول مساء الخير، برج الميزان 5/10/2005. ها زين علي السنة الدراسية، أنا طالبة سادس، وهل أطلع معدل؟ السنة القادمة إن شاء الله جدا جيدة وحلوة وأبشرك بها، بس راح تبذلين مجهود. أنت طلعين معدل بس بعد بذل مجهود. أكو بعض الأشخاص أو بعض الطلبة يبذل مجهود بس ما يطلع معدل، يعني أكو من يبذل مجهود ويطلع معدل. هنا الحظ يخدمك، أنت البرج يخدمك، برج الميزان، برج الدجاجة، السنة القادمة الأبراج تعتبر صاعدة، يعني نقدر نقول نسبة جيدة. زين. زين. يوزر يقول لما تتكلم عن الأبراج الصاعدة هل يشمل جميع العشريات؟ هذا خوش سؤال. لا طبعا أكيد ما يشمل جميع العشريات، لكن إحنا للاختصار وحتى نختزل الوقت نتحدث عن مثلا برج معين، بس ما نقدر نقول العشرية الفلانية والعشرية الفلانية، هذه راح تاخذ وقت طويل. فحتى لا نشتت ذهنية المتلقي نتحدث بالحالة العامة، لكن لا تشمل كل العشريات، خلينا نقول الحالة العامة نتحدث عنها. زين.
يوزر يقول ما هي درجة التوافق بين رجل الحوت وامرأة الميزان متزوجين بس كل مشاكل وكيف الحل لأن عندهم أطفال. طبعا الرجل الحوت والامرأة الميزان هنا عندنا منزلين يعني منزل الثامن والمنزل الهدا والمنزل السادس بين لما البرج وفق منازل الزودياك المنزل الثامن بالنسبة للأول والمنزل السادس بالنسبة للثاني وهالمنزلين غير جيدة. يعني هذا السؤال إذا جاءني قبل لا يكون هنالك زواج أقول هم مو زينة، هاي علاقة متوترة جدا، علاقة تحمل مشاكل كثيرة. المنزلين كل واحد واقع في منزل نحس بالنسبة للآخر. المنزل السادس منزل نحس، منزل المرض، منزل الشؤم، منزل المتاعب. والمنزل الثاني منزل الغموض، منزل الحوادث، منزل الفناء، منزل الـ يعني بإشكاليات كثيرة. يعني هذه العلاقة كلش متوترة. لكن حتى نعطي جواب دقيق أكثر بهذا الجانب لازم نعرف سنين الولادة حتى نعرف نطلع البرج الصيني. قد يكون هناك نفحات أمل في البرج الصيني، على أساس راح نعطي انطباع معين لكيفية التعامل مع الطرف الآخر. التعامل يعني هنا نحن حددنا الحالة العامة، هي الحالة العامة السلبية، لكن هاي الحالة العامة السلبية بيها أيضا نفحات من الإيجابية. ماكو شيء مطلق، كل عناصر اليان لازم تكون فيها ين بسيط، وكل عناصر الين لازم تكون فيها يان بسيط. فماكو مطلق، ماكو جمال مطلق إلا في قبح بسيط، وماكو قبح مطلق إلا في جمال بسيط، وماكو حقيقة مطلقة إلا فيها نفحات من الكذب أيضا، والعكس صحيح. بالتالي هاي حياتنا ما بيها شيء مطلق، ولهذا إحنا نريد نبحث، لازم نعرف الأبراج الصينية شنو حتى لما نجي نحلل نشوف وين النفحات الموجودة، حتى لو كانت بشكل بسيط نحاول نعالج من خلال هذا الشكل البسيط أو هاي الحالة البسيطة. بالتالي نحتاج إلى سنين الولادة، ونحتاج أيضا إلى المواليد بالكامل. يعني ميزان رجل الحوت وامرأة الميزان، رجل الحوت بيع عشرية، امرأة الميزان بيع عشرية، إلى رجل الحوت بالعشرية الأولى وامرأة الميزان بالعشرية الأولى، هذه علاقة كلش متوترة. لكن إذا كان رجل الحوت بالعشرية الأولى بداياتها والميزان بالعشرية الثالثة نهاياتها، هنالك نفحات أمل، هنالك نفحات أمل نقدر نعالج الحالة. بالتالي نحتاج اليوم والشهر والسنة كتابة بشكل دقيق. زين، سؤال آخر من زد فاميلي 21/5/1979، عندي أخبار حلوة، زواج أو نقلة بيت، طيب وهل أنا برج الثور أم برج الجوزاء؟ طبعا 21/5 هي تعتبر من برج الجوزاء، وهو أول يوم بالجوزاء، وهنا الولادة ما بين برجين. أنت عندك راح تكون عندك إشكاليات بشكل عام، وسبب هذه الإشكاليات أو خلينا نقول بعض المتاعب سببها أنه كونك مولدة ما بين برجين. لهذا ننصح إما بحجر بين برجين يخفف من الضغوطات الفلكية، أو ننصح بالخارطة الفلكية حتى تعرفين المستقبل القريب، تقدرين تحددين الأوقات الإيجابية وتتجنبين الأوقات السلبية. هسه أنت برج الآن برج الجوزاء. السؤال الآخر، هل أنه شنو الانتقال اللي عندك، أو هل أكو أخبار حلوة لما تبقى من العام؟ لا، ما عندك أي تغيرات للأمانة. برج الجوزاء وبرج العنزة ماكو تغيرات إيجابية، يعني ما نقدر نقول لا إيجابية ولا سلبية، بس ماكو تغيرات إلى علاقة بزواج أو نقلة أو كذا. السنة القادمة راح تكون الفترة أفضل من منتصف آذار مارس إلى نهاية شهر أيار، هي هاي الفترة اللي راح تكون أفضل وأمثل عليش أن تستغلين. أعزائي، لغرض التواصل فقط، من السبت إلى الأربعاء بين 9 و10 ليلا بتوقيت بغداد، على التليفون 0772108120، ومن خارج العراق 0964-77210-80120، والمعلومات بما في ذلك رقم الهاتف موجودة في صندوق الوصف. التواصل فقط خط مباشر وواتساب. أعزائي، إذا أعجبكم الفيديو يا ريت تدعموني في بلايك حتى يصل لأكبر عدد من الموجودين، وأيضا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد يتم رفعه في القناة. لمعرفة البرج الصيني والهندي والدرويدي بإمكان الدخول على موقع رسمي paroscope.de والمتواجد في صندوق الوصف. تحياتي، تقبل فاهم مودتي، هذه أحلى أجمل أنقى رازق.